أعزائي المشاهدين السلام ومرحبا بكم في النشرة الجوية اليوم الأحد 17 مارس 2019 درجة الحرارة اليوم كانت مرتفعة في أغلب الجهات كانت متراحة بين 24 و29 درجة سجلنا 25 درجة في تونس العاصمة وكنا في حدود 18 درجة في قليبيا حالة الطقس اليوم عرفنا طقس قليل السحب في أغلب الجهات الليلة متواصلة السحب قليلة الريح باش تكون من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدل البحر يكون قليل الثراب فمضطرب ودرجة الحرارة لا ينتكم تراحة بين العشرة وال14 درجة في الشمال وبين ال14 و18 درجة في باقي الجهات نتعدوا الغدوة إن شاء الله غدوة السحب عبرة تتكثف تدريجيا ثم تكون مصحوبة بالأمطار المتفرقة في الشمال في الشمال الغربي وفي الوسط درجة الحرارة في انخفاض طفيف نشوفوها مع بعضنا غدوة 18 درجة في قليبيا و21 في نابل وتونس العاصمة في بنزرت من المتوقعة 18 درجة أقل في تبرقة 17 درجة 19 في كل من جندوبة وباجة غدوة في الكاف وتالا نسجل إن شاء الله 18 درجة 18 في سليانة 20 في زغوان أعلى في المدن الساحلية 22 درجة في سوسة 21 في كل من المنستير والمهدية سفاقس السواقه يكونوا في حدود ال 25 درجه على بدرجه في القيروان سيدي بوزيد 25 القاصرين 22 قفصه وجاب 26 درجه 28 في توزر وقبلي ويوم الغد في مناطق الجنوب الشرقي جزيره جربه تكون في حدود ال 25 درجه و 28 درجه في كل من مدنين تطاوين و رمادة بالنسبة للملاحة والصيد البحري يوم الغد في سيرات وخليج تونس الريح باش تكون شمالية غربية سرعتها بين 25 و 30 عقدة والبحر يكون شديد الاضطراب يصبح يائش في اخر النهار اما في سواحلنا الشرقية ومنطقة خليج جابس الريح باش تكون من القطاع الشمالي سرعتها بين 15 و 20 عقدة تتقوى بعد الظهر بين 25 وثلاثين عقدة والبحر يكون مضطرب في شديد الاضطراب درجة الحرارة في بعض المدن العربية والأجنبية سحب عبر غدوة في نكشات 37 درجة 20 في الدار البيضاء سماء مغشاة في الجزائر 16 درجة سماء صافية في ترابلس 24 35 في الخرطوم 26 في القاهرة في البقاع المقدسة غدوة 30 في المدينة المنورة و36 في مكة المكرمة 27 في مسقط 23 في أبو ظبي على شوية في الدوحة غدوة 26 درجة 24 في الكويت 19 في بغداد دمشق 20 درجة 18 في بيروت 17 في القدس الشريف إسطنبول 19 درجة في أوروبا من المتوقع بعض الأمطار في فيينا برلين وامستردام 8 درجات 10 في بروكسل 12 في لندن 12 في باريس 14 في مارسيليا 9 في جنيف وفي شبه الجزيره الايبيريه 16 في مدريد ولا شبونه 21 بالنسبه للتطورات الجويه للايام القليله القادمه يوم الثلاثاء من المتوقع صحب عابره تتكاثف تدريجيا تكون مصحوبه بالامطار المتفرقه في الشمال في الوسط ومحليا في الجنوب الريح باش تكون من القطاع الشمالي في الشمال الوسط من القطاع الشرقي في الجنوب باش تكون قويه نسبيا قرب السواحل وتكون مثيره للدواوير الرمليه المحليه في الجنوب البحر يكون شديد الاثره في كافه المجالات ودرجه الحراره تكون متراحه بين 14 و18 درجة في الشمال والوسط بين 18 و23 درجة في بقي الجهات نتعداو اليوم الأربعاء يوم الأربعاء الأمطار متواصلة الرياح باش تكون من القطاع الشمالي تتواصل قوية قرب السواحل وتكون معتدلة في بقي الجهات البحر يكون شديد الاضطراب يصبح مضطرب في آخر النهار ودرجات الحرارة في انخفاض طفيف أوقات الشروق والغروب غدوة إن شاء الله الشروق يكون على الساعة السادسة و26 دقيقة والغروب على الساعة السادسة و29 دقيقة لمزيد من المعلومات والإرشادات تجموا التصلوا بنا على رقم وزع صوتي 88 40 4 صفار تخلي أرسلة قصيرة وإلا أيضا زورونا على موقع الويب www.meteo.tn وفيه بأوقات الصلاة يوم الغد الصبح يكون على الساعة الخامسة بالتمام الظهر منتصف النهار و35 دقيقة العصر على الساعة الثالثة و52 دقيقة المغرب على الساعة السادسة و 31 دقيقة وأخيرا العشاء على الساعة السابعة و 56 دقيقة أعزائي المشاهدين شكرا حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء